أهدافها يعني اقتصادية أيضا، اقتصادية أيضا نعم. أهداف المجمع. إحنا نحكو بصفة خاصة على المؤسسات المتعثرة سي بالمبروك، لازم نعلم المشاهد كان كثير من الناس ما تعرفش تفرق بين لونساج كناك لونجام، هي صيغ متعددة وتقريب في قالب واحد، إحنا ماذا بينا المشاهد نوروه ونعطيه له الفرق بينها في عجالة. والله هم أجهزة يعني متباينة، كاين جهاز أونساج دوكا ولا آناد، وكاين الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كناك، وكاين لونجام هو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، لهم نفس الهدف هو خلق المؤسسات المصغرة بهدف القضاء على البطالة، خلق الثورة الثروة خلق الثروة والقضاء على الفقر، هذه الأهداف، هذه أهداف أهداف المؤسسة إنشاء ولا خلق المؤسسات المصغرة. أونساج بدأوا بها في 1997 دونك هي الأولى، وما جات لكناك اللي كانت عندها مهام واحدة أخرى بمرسوم تنفيذي في 2003 والتي هي تانيك تخلق في المؤسسات المصغرة. دونك لونساج فيهم هي الكبيرة، خلقت أكثر من 400 ألف مؤسسة مصغرة حتى اليوم، 400 ألف مصغرة، وتجي بار إكزومبل لكناك اللي خلق أكثر من 150 ألف مؤسسة مصغرة. ولونجام استقدر هي ما نقدروش نقارنوها بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ولا لونساج، هي خلقت 750 ألف مؤسسة داخلين فيها قروض صغيرة، قروض صغيرة تاع 5 ملايين 10 ملايين، وفي 750 ألف مؤسسة داخلة فيها 80 ألف مؤسسة اللي تمولت في إطار التمويل الثلاثي داخله فيها لا بنك، يعني نشوفوا ارقام كبيره، هذه مجملها فوق المليون مؤسسه مصغره، مليون و200 الف مؤسسه مصغره منذ 1997. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.